تسمع يوسف تمسكني ضرك في كاريرك انت كذا نحكي مش ضرني ايش علاش خويا شي يضرني ما يضرني حد انا كل شيء بالكتبه راه واش فاتك حاجه شو يوسف خويا راه تربينا بعضنا راه هذاك علاش خاطر تحكي فيه انت مفاجئ ما نحكيش خاطر هو بتتر انا ما بعد ولت كنا بزي انا وياه ما نكتبش عليك وقتها مشينا كوب دافريك ولت ما تسكرتش الحكايه مش كان هو زاد فهمت ليه صرت من بعد حتى في اللي بيفول يلعبوا اللي يلعبوا صارت مشاكل شكون يلعب شكون ما يلعبش ماذا خيارات مدرب شكون جابوا فلان يا وسيم هذه خيارات مدرب راه معناتها خيارات مدرب خيارات مدرب راني نعاود نقول راني مانيش ندافع نحاول زاد ناخذ الكوتي الاخر نتاع الكوتي الاخر تاع الناس انا شو انا ما نظلم حد خويا ريتش نقول حاجه راني مش مانيش نكذب على روحي ما نحبش نكذب على روحي وعلى قدام ربي سبحانه اللي انا نعرف اللي نقول فيه صحيح وهذا صار لي في بيريود انه اسامه حبوا ديجا ماذا بهم صايي لازم يطلعوا عباد اخرين في ظهر اسامه باش ما نحكيش باش يبيعوه ولا باش درشنيه وباش برشا حاجات فهمت حتى كانوا نجم يبيعوك زاد اسامه اللي كاليتي اللي عندك كانت نجم تكون مشروع نتاع مي ما خرجتش انا مي علاش انت كيفاش قولي علاش قولي علاش يا علاش هي نحب نعرف انا علاش هاو نسيت كيفاش خرجت علاش ما خرجتش علاش خرجت للسيون في اخر الكونترات نتاعي علاش خرجت للسيون وما غير منفعه الترجي في حتى ملي علاش ما خلتنيش هي باش ننفعها الاسبيرونس علاش الظروف خليت اني لازمني انا البريود هذيك ما نحكيوش معاك لا نحكيو معاك على كونترا وندور عليك الجمهور وقعد هكاك اخويا وخنخرجوك انت باش العباد تعرف تقول بعدك اذا كان احنا ديما نطلب هي شو باش نعطيك حاجه راه ديما تجي في راس الجوار راه فهمت تحب ولا تكر ينساو الكريت اللي تعمل الكل ينساهولك في لحظه فيت في يخرجوك خاسر انت علاش خاطر ما توعتش ما طوعتهم مش في حاجة وما مشيتش معهم في الناحية دي ما رجعت معهم بعد في الأخر وسام إذا كان هذا الكل يكون صحيح 100% أنه يكون واحد حبوا يفسخوله كما الماضي متاعه في التراجي ما يرجعوهش رجل عارف شو أنا علاقتي رو مع سي حمدي تو رو كي مع تحاسبه ديما معاستو عندي كبيرة فهمت ديما بعضنا ونكونتاكت معاه فهمت مي فهم عباد أخرين اللي ما نحملهمش في الاسبيرونس اللي كانوا مضرة مضره لي انا ما يحبوكش ما تحبوا لا تكره ما يحبوكش انت تكون الاولاني في الليكيب.